ما القسم الثاني؟ بسم الله. قبل هذا. لا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ذكرنا فيما تقدم أن المؤلف رحمه الله تعالى يركز على هذا الأمر وهو دراسة التوحيد. اعلم أرشدك الله لطاعتي، هذا هو الموضع الثاني الذي يدعو فيه المؤلف رحمه الله تعالى للطالب في القواعد الأربع. أرشدك الله لطاعتي، نعم، أن الحنيفية هي الملة المائلة عن الشرك المبنية على دراسة التوحيد. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، أي مقبلا الله مدبرا عن الشرك. نعم. إن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده ومخلصا للدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الله: خلقك لعبادتي. فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. نعم، العبادة لا يمكن تكون عبادة إلا بالإخلاص والمتابعة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. لا التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت في الحدث إذا دخلت الطهارة. إذا أحدث في الصلاة، فالصلاة لا، سواء كان هذا الحدث حدث أكبر أو حدث أصغر، لو لم يستطع الإنسان أن يرفع الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر، ماذا يصنع؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يصلي على حال وصلاته صحيحة، لكن لو صلى نسأل الله السلامة والعافية ومشرك شبه فلا يقدر الله سبحانه وتعالى منه. إذن أهم ما عليك معرفة ذلك، أي معرفة التوحيد، حتى لا يدخل الشرك في العبادة وتصبح العبادة باطلة. نعم. إذا عرفت أن الشرك إذا خلق العبادة فسدها وأحبط العمل صار صاحبا من الخالدين في النار. من الخالدين في النار، وهذا تقدم معنا أن الإنسان نسأل الله السلامة والعافية إذا مات على الشرك الأكبر فهو مخلد خلود أبدي في النار، وإذا مات على الشرك الأصغر يعذب بقدر شركه ثم يدخل الجنة، وإذا تاب في وقت تقبل في التوبة تاب الله عليه، سواء كان هذا الشرك أكبر أو أصغر. لعموم الأدلة: قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، أكبر أو أصغر، وكذلك كبر الصغائر. نعم. بل الله يخلصك من هذه الشبكة والشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. ذكر الله تعالى في كتابه، أراد المؤلف أن يبين لك هذه القواعد حتى تستطيع بإذن الله أن ترد على الشبه التي يأتي بها أهل الشرك في زماننا. نعم. القاعدة الأولى: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله يقرون بأن الله هو الخالق المدبر. نعم، أقروا بتوحيد الربوبية، وتخاصم معهم النبي عليه الصلاة والسلام في توحيد الألوهية، مع أن هؤلاء كان لديهم شيء من العباد واستحقوا بهذا أن يكفرهم الله وقتلهم النبي عليه الصلاة والسلام. فكل من صرف شيء من العباد لغير الله وقال أنا أقول أن الله هو الخالق والرازق المحيي والموت المدبر، أقول أنت وافقت الكفار سواء بسواء. لابد أن تكون كل العبادات لله، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم. وإن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. لم يدخلهم في الإسلام حتى يفرد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. نعم. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. القاعدة الثانية: أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاء. نعم. وقلنا أنه لو قال لك المبطل أنا لا أعبد هؤلاء، أنا أريد من هؤلاء القربة أو الشفاعة، نقول هذا الكلام الذي تقول
هو كلام الكفار سواء بسواء، وبهذا كفرهم الله سبحانه وتعالى. ونتلو عليه الآيات. نعم. ودليل القربة قوله تعالى: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نعم. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فإذا كذبوا على الله في ادعائهم أن هذه الأصنام تقرب إلى الله وهي تبعد عن الله. نعم. بل كان هذا القول سبب لوقوع هؤلاء في الشرك الأكبر، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم. والشفاعة شفاعتان. والشفاعة شفاعة، كان تقدم معنا أن الشفاعة التوسط إلى الغير في جلب نفع أو دفع ضر. تنقسم الشفاعة إلى قسمين: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. المنفية نفعها القرآن، تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه من الله. حكم هذه الشفاعة نوع، أنها نوع من أنواع الشرك الأكبر. لكن الشفاعة فيما يقدر عليه المخلوق تقدم معنا في الأصول الثلاثة أنها تصح بشروط أربعة: حي وحاضر وقادر واعتقد أنه سبب. الشفاعة المثبتة أثبتها الله لنفسه، تطلب من الله لا من غيره، بشروط ثلاثة: الإذن والرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع له. وسيأتي بإذن الله باب كامل في كتاب التوحيد في الشفاعة. الشفاعة المثبتة التي أثبت الله سبحانه وتعالى نفسه تنقسم إلى قسمين: خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، عامة لكل موحد. الخاصة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الشفاعة العظمى في أهل الموقف أن الله سبحانه وتعالى يقضي بين الخلائق، الشفاعة في عم أبي طالب أن يخفف عنه العذاب، والشفاعة في فتح أبواب الجنة. العامة: الشفاعة في رفع الدرجات، اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهدي، وكما نصلي على الجنازة. الشفاعة في من دخل أو استحق دخول النار من الموحدين أن يخرج منها أو لا يدخلها. ثلاثة أقسام: الشفاعة في رفع الدرجات، في من دخل النار من الموحدين أن يخرج منها، في من استحق دخول النار أن يخرج أن لا يدخلها، هذا إذا كان من الموحدين. شرع الله سبحانه وتعالى الشفاعة إكراما للشافع ونفعا للمشفوع له. قال: الشفاعة هي ما كانت تطلب من الله فيما لا يقدر، ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه الله. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والكافرون هم الظالمون، لأنهم يطلبوا الشفاعة من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. نعم. وقعوا في الشرك الأكبر، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. الشفاعة المثبتة ما كانت تطلب من الله لا من غيره. نعم. والشافع مكرم بالشفاعة. نعم. والمشفوع من رضي الله قوله وعمله بعد ذلك. إذن ورضا عن الشافع ورضا عن المشفوع له. نعم. والدليل قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. القاعدة الثالثة أن الرسل القاعدة الثالثة أن الكفار الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام منهم من يعبد الأصنام، ومنهم من يعبد الأحجار، ومنهم من يعبد الشمس، ومنهم من يعبد القمر، ومنهم من يعبد الصالحين، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وكفرهم الله ولم يفرق بين الشرك والشرك. فلو قال لك المبطل: هذه الآيات نزلت في من يعبد الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، نقول: لا، الله سبحانه وتعالى قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وشيئا نكرة يعني كل شيء، نبي أو ولي أو جني أو صالح أو ملك. ونتلو عليك ذلك الآيات بأن الله سبحانه وتعالى كفر ما عبد الصالحين وعبد الملائكة وعبد الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام. نعم. أما الرسل ظهر على أناس متفرقين في عبادته. نعم. منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، منهم من يعبد الأشجار والأحجار، منهم من يعبد الشمس والقمر، قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون المؤمن كله لله. وأحمد رحمه الله قال: الفتنة الشرك. نعم. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا
ودليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. لماذا؟ لأنها مخلوقة. واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون أي توحدون. نعم. ودليل الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون. معنى الآية أولئك الذين تدعونهم من دون الله من الأنبياء والصالحين والملائكة. الأنبياء والصالحين والملائكة يدعون من؟ يدعون الله، فهم يخافون ويرجون، فهم مفتقرون إلى الله. إذن هذه الآية تنطبق على كل من دعي وهو داعي مفتقر إلى الله. ساق المؤلف رحمه الله تعالى هذه الآية لبيان بطلان عبادة الصالحين. نعم. ودليل الأشجار والأحزاب قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى وحديث أبي واقد الليثي. قبل هذا دليل الأنبياء. ودليل الأنبياء أولئك يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. هذا دليل الصالحين. ودليل الملائكة ذكر. طيب دليل الملائكة ذكر في الأول، يبقى معنا دليل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. يصلح هذا الدليل ولا مرة أن تتخذ الملائكة والنبيين أربابا، وكذلك وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك نزه الله عن الشرك. وهذا فيه أن عيسى عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب. أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، هذا حق لمن؟ لله العباد. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. فالله سبحانه وتعالى منفرد بالربوبية، لابد أن يفرد بالألوهية. يبقى معنا دليل الأحجار والأشجار أفرأيتم أن أخبروني ما شأن هذه الأصنام التي تعظمونها وتذبحون لها وتزعمون أن لها بركات، والبركة لا تطلب إلا من الله. ثم حديث أبي واقد رضي الله عنه يأتي معنا إن شاء الله تعالى في كتاب التوحيد. لكن لا بد أن تعلم أن الطعن في الصحابة رضوان الله عليهم هو طعن في الله وفي دين الله وفي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وطعن في الصحابة. الذي يطعن في الصحابة رضوان الله عليهم هو في الحقيقة طعن في الله، لأن الله سبحانه وتعالى اختارهم لصحبة نبيه ورضي عنهم. وطعنوا في دين الله لأنهم نقلوا لنا الدين، فإذا طعنا فيه معنى هذا الدين نقل لنا من أناس ليسوا بثقات. وطعنوا في رسول الله لأن المرء على دين خليله. وطعنوا في الصحابة رضي الله عنهم هذا أمر واضح مفهوم، ويأتي إن شاء الله تعالى زيادة بيان في كتاب التوحيد بإذن الله تعالى. نريد منكم الآن أن تفتحوا على الاختبار وتكتبوا لنا الاختبار يحل الآن إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء، نجيب عن الأسئلة سويا، ثم إن شاء الله تعالى نبدأ بعد صلاة الفجر بإذن الله. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد في الدروس المهمة لعامة الأمة. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.